السلام عليكم طلابي، طلاب الصف السادس ابتدائي. اليوم عندنا حل تمارين القواعد لموضوع المعرف بالإضافة، لموضوع المعرف بالإضافة صفحة 16 و17. التمرين الأول يقول: ضع كل اسم من الأسماء التالية في مكانه المناسب من الجمل التي بعدها. عندنا 5 كلمات، هي كلمة مصابيح، كتاب، ماء، رقيقات، وعاصمة. أولاً: قرأت كتاب القواعد. كتاب القواعد هي هذه اللي تناسب هذه الجملة. ثانيا: ماء الفرات عذب. ماء الفرات، إذا هي اكتسبت التعريف بعد أن أضفناها إلى اسم علم. عندنا ثالثا: مصابيح القاعة مضيئة. مصابيح القاعة مضيئة، اكتسبت المصابيح، اكتسبت التعريف بعد أن أضفناها إلى اسم معرف بال. عندنا 4: الأمهات رقيقات القلوب، هي هذه اللي تناسب الجملة. خامسا: بغداد عاصمة العراق. إذا نريد نعرب كلمة بغداد عاصمة العراق، نقول بغداد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه اسم جاء في بداية الجملة. زين، الاسم يحتاج له إلى خبر، فعاصمته هي الخبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. العراقي اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نيجي على التمرين الثاني، يقول: عين فيما يأتي كل نكرة اكتسبت التعريف بالإضافة، وبين نوع المضاف إليه من المعارف. عندنا جمل اكتسبت التعريف بعد أن، طبعا هي نكرات، اكتسبت التعريف بعد أن أضفناها يا إما إلى اسم علم يا إما إلى معرف بال. نجي على أول وحدة: تمر البصرة لذيذ. تمر البصرة، انتبهوا، البصرة. إذا هذه الجدول، سوينا جدول للنكرة التي اكتسبت التعريف، هي تمر البصرة، لكن نوع المضاف إليه هنا شنو؟ مضاف إلى اسم معرف بأل، وبنفس الوقت ترى هي أيضا مضافة إلى اسم علم، لأنه البصرة هي اسم لمدينة، فممكن هي تكون مضاف معرفة بأل، مضاف إلى معرف بأل، ممكن تصير مضافة إلى اسم علم. ثانيا: حقيبة علي جديدة. حقيبة علي، شوفوا النكرة هنا، حقيبة علي. حقيبة بحدها هي نكرة، لكن لما أضفناها إلى اسم علم اللي هي علي أصبحت معرفة، عرفنا يا حقيبة هي حقيبة علي، إذا مضافة إلى اسم علم. ثالثا: عندنا علم العراق جميل. النكرة اللي اكتسبت التعريف هي علم العراق. علم العراق، إذا علم بحده هو نكرة، لكن علم العراق أضيف إلى معرفة واللي هي معرفة بأل، فأصبحت معرفة. عندنا رابعا: أقرأ في مكتبة المدرسة. إذا مكتبة المدرسة هي النكرة، لكن اكتسبت التعريف بعد أن أضفناها إلى معرف بأل، يعني بمكتبة بحدها هي نكرة، لكن أضفناها إلى المدرسة فأصبحت معرفة، لأنه يعني مضافة إلى معرف بأل. نجي على خامسا: سيارة النجدة سريعة. النكرة اللي اكتسبت التعريف هي سيارة النجدة، مضافة إلى معرف بأل. نجي على التمرين الثاني. نرجع إلى التمرين الثالث، اجعل كل اسم نكرة من الأسماء التالية معرفاً بالإضافة، ثم أدخله في جملة مفيدة. نعطينا بعض الكلمات أو بعض الأسماء النكرة اللي هي وطن، شعب، قلم، نفط، وحقوق. إحنا الجدول الثاني كتبنا تعريفه بالإضافة. شنو يعني تعريفه بالإضافة؟ يعني راح نضيف هذه الأسماء النكرة إلى إحدى المعارف. المعارف اللي هي شن هي؟ اللي هي الكلمة تحتوي إما التعريف أو يكون اسم علم. راح نجي على الجملة الأولى، راح تصير هنا أول قبلها تعريف بالإضافة، تعريفه بالإضافة يعني الوطن، نختار وطن الجميع. زين، الجملة ايش راح تصير؟ العراق وطن الجميع. راح نشوف هنا العراق جاءت هنا مبتدأ، لأنه في بداية الكلام وحركتها ضمة وهو اسم مرفوع، إذن هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وطن هنا أصبحت هي الخبر،
لأن كل مبتدأ يحتاج إلى خبر. وطن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زين، هذه وطن الجميع، هذه كلمة وطن بحدها هي نكرة، بس لما هنا أضفناها إلى كلمة تحتوي للتعريف اللي هي الجميع، يعني أصبحت معرفة. وطن الجميع أصبحت معرفة. زين، هنا الجميع، هنا وطن قلنا مضاف، قلنا خبر ونقول وهو مضاف، الجميع مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نجي على الكلمة الثانية، شعب، اختارينا عرفناها بالإضافة شعب العراق. زين، هنا نصير شعب العراقي كريم. نجي إذا نريد نعربها نقول شعب، بما أنه هو اسم وجاء في بداية الجملة ومرفوع، راح نعربه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زين، شعب العراقي، هاي كلمة شعب بحدها نكرة، أضفناها إلى كلمة تحتوي للتعريف وبنفس الوقت هي اسم علم، إذن أصبحت معرفة. شعب أصبحت معرفة بعد أن أضفناها إلى إحدى المعارف اللي هي العراق. فإذا شعب مو قلنا مبتدأ مرفوع بالضمة، وهو مضاف، العراقي مضاف إليه مجرور بالكسرة. زين، هسه تقولوا لي ست لعد وين الخبر؟ هاي شعبه، وين الخبر؟ ما الشعب، وين شعبه مبتدأ، وين الخبر؟ الخبر هو كريم. حتى لو يعني نحذف العراق، شعب كريم، إذا كريم هي الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نجي على الكلمة الثالثة، قلم، قلم السبورة. اختارينا لكم جملة، قلم السبورة قديم، نفس إعراب الجملة الأولى الثانية. نجي على الكلمة الرابعة، نفط، نفط العراقي. الجملة هي نفط العراقي كثير، نفس الإعراب السابق. نجي على هاي الكلمة، حقوق، حقوق الإنسان، حقوق بحدها نكرة، أضفناها إلى إحدى المعارف اللي هي الكلمة التي تحتوي على التعريف الإنساني، فأصبحت معرفة. زين، راح نعرب هنا ندافع عن حقوق الإنسان. ندافع فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. شلون عرفنا فعل مضارع؟ بدأ أحد حروف أنيته اللي هو النون وحركة ضمة، إذن هو فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، عن حرف جر. حقوقي اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، عندنا الإنسان هنا مضاف إليه مجرور بالكسرة. التمرين الرابع كلش سهل وبسيط، املأ الفراغات التالية باسم نكرة مرفوع، انتبهوا هنا مرفوع يعني شنو؟ في حالة رفع. زين، شلون اسوي هذا اسم نكرة في حالة رفع؟ عندنا لازم يكون مبتدأ، اذا يكون اسم نكرة اسم انتبهوا ومرفوع، يعني يجب ان يأتي في بداية الجملة حتى يكون مبتدأ، حتى يكون في حالة رفع. نجي فراغ العلم طريق النجاح، اختارينا نورو، نور العلم طريق النجاح. ثانيا فراغ القدم لعبة شعبية، اختارينا كرة، كرة القدم لعبة شعبية. إذا أرد أعرب كرة القدم نقول كرة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، القدم مضاف إليه مجرور بالكسرة، لعبة هي الخبر، لعبة هي الخبر. زين، وشعبية تجي هنا صفة. ثالثا عطف الكبير على الصغير واجب، اختارينا عطفه حتى تتناسب مع هذه الجملة. رابعا فراغ الأمهات أول مقعد في مدرسة الحياة، تصير حضن الأمهات، حضن الأمهات، همين هنا هو مبتدأ وهو مضاف، والأمهات مضاف إليه مجرور بالكسرة. خامسا شهر رمضان أفضل الشهور عند الله، إذن شهر هنا جاءت مبتدأ، شهر رمضان حطينا لها ما يناسب هذه الجملة، لأنه دا يقول هنا أفضل الشهور، إذن هو شهر رمضان. التمرين الخامس حبايبي، أعرب ما يأتي. أولا العراق وطن الجميع، ثانيا يحب الإنسان حرية الأوطان. هذه الجملتين لازم نعربها. الجملة الأولى، العراق إجانا اسم في بداية الجملة، نعربه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه جاء اسم في بداية الجملة وهو مرفوع، فإذن هو مبتدأ مرفوع. المبتدأ يحتاج إلى خبر. العراق ماذا؟ هو وطن، وطن إذن هو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو
مضاف وهو مضاف. ليش؟ لأن وطن الجميع، فكلمة وطن هي نكرة اكتسبت التعريف، اكتسبت التعريف بعد أن أضفناها إلى معرف بأل، بعد أن أضفناها إلى معرف بأل. عندنا الجميع مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هكذا يكون إعراب هذه الجملة. نجي على الجملة الثانية، يحب الإنسان حرية الأوطان. أول جملة أو أول كلمة بديناها يحب، يحب هل هي اسم أم فعل؟ هي فعل، بدأت بياء وعلامتها ضمة، إذن هي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يحب من؟ الإنسان، الإنسان إذن هي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ماذا يحب الإنسان؟ يحب حرية الأوطان، إذن حريته هي مفعول به، هي التي وقع عليه فعل الفاعل، إذن هي مفعول به منصوب. شوفوا هنا الحركة ماله فتحة، إذن هي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهو مضاف حرية الأوطان، إذن الأوطان دائما من نشوف احنا كلمة وراها ال التعريف وتكون حركتها كسرة يعني مجرورة، رأسا نقول وهو مضاف، وهذه اللي حركتها كسرة الاسم اللي حركته كسرة هي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره. يعني هذه الكلمة تكون مجرورة بدون حرف جر، إذا يعني ما يكون قبلها حرف جر، إذن هاي معناها هي مضاف إليه والقبلها يكون مضاف.